التفكير النقدي. الكون مكان فسيح، بل مكان ضخم ومعقد إلى حد بعيد. وللأسف فإن الدماغ البشري ضئيل وبسيط نسبياً مقارنة بالكون على الأقل، فلكي يساعدك دماغك على البقاء على قيد الحياة عليه أن يجتهد ليعقل الأمور، ولديه بعض الأدوات الذكية لمساعدته على تحقيق ذلك، فبإمكانه تحويل التجارب إلى رموز واسترجاع الأحاسيس والتعرف على الأنماط، غير أن معظم الحيل الذهنية تتطلب قدراً هائلاً من الطاقة، ومن ثم يلجأ الدماغ إلى الطرق المختصرة. على سبيل المثال، ستجده يفتش عن أفكار تؤكد ما تشك فيه أصلاً، وسيرى أفكار الأشخاص الذين تثق بهم أكثر جاذبية من أفكار من لا تثق بهم، وسيأخذ تجربتك الشخصية ويعتبرها دليلاً، ويطمس الخط الفاصل بين ما تشعر أنه الحقيقة وما تعرف أنه الحقيقة. معظم الوقت تحقق لنا هذه الحيل فائدة عظيمة، حتى إننا نكاد لا ندرك أننا نستخدمها، لكنها تضللنا أحياناً. فالتحيزات التي يمكن أن تكون مفيدة يمكنها كذلك أن تضع غشاوة على أعيننا. وفي عالم معقد تكثر فيه الآراء المختلفة، تصعب معرفة متى نفكر باستخدام الطرق المختصرة ومتى نبذل بعض الجهد في التفكير. لكن ليس من الضروري أن يكون التفكير شاقاً دائماً، فالمنطق أسلوب مفيد لتحديد الأفكار التي يرجح أن تعود علينا بالفائدة، والمنطق هو طريقة لربط الأفكار معاً من أجل التوصل إلى استنتاج، فهو كالرياضيات لكنه يتعامل مع ما يفوق الأرقام، وعلى الأرجح ستكون قد استخدمته بالفعل. فكر في آخر جدال شاركت فيه، هل دار على النحو التالي؟ لكن الجميع مع عدايا مسموح لهم بالذهاب، فلما لا أستطيع الذهاب أنا أيضاً؟ الحجة المنطقية يفترض أن تسير كالتالي: الناس كلهم مسموح لهم بالذهاب، وأنا واحد من الناس، وبالتالي ينبغي أن يسمح لي بالذهاب. فالمنطق طريقة مفيدة لدمج الأفكار الراسخة من أجل ترجيح كفة قبول فكرة جديدة. إن البحث عن المنطق في جدال بعينه يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرار ما، إذا كان ينبغي عليك أن تتفق مع ما يقوله شخص ما أم ستنتظر المزيد من المعلومات.